بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، وبعض أهل العلم يعبر بالبيع، وبعضهم يعبر بالبيوع بصيغة الجمع، لأن ذلك يحتمل أحد معنيين: إما الحديث عن البيوع المباحة والبيوع المحرمة، فيكون جميعها يسمى بيوعا، فتكون الأحاديث الواردة في هذا الباب أو هذا الكتاب شاملة للبيوع المباحة أو المحرمة، أو أنهم يقصدون بالبيوع أي العقود، فيشمل عقود المبادلات بالثمن والمثمن، ويشمل غيرها مما يلحق بها، لأن الفقهاء رحمة الله عليهم طريقتهم في إراد المسائل أنهم يريدون كليات المسائل في باب البيع، وما عدا ذلك يلحقونه به من الأبواب التابعة له والتالية له. قال: باب الشروط وما نهي عنه منه، أي باب ما يشرع من الشروط في العقود وما ينهى عنه منه، أي من الشروط. أول حديث في الباب هو حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. قال: رواه البزار وصححه الحاكم. هذا الحديث وهو حديث رفاعة بن رافع لم يرده أهل السنن بهذه الصيغة، وإنما ثبت في صحيح البخاري من حديث المقدام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وهذه الجملة بمعنى الجملة الأولى، وهو قوله: عمل الرجل بيده. وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف الذي رواه البزار وصححه الحاكم، فإن تصحيح الحاكم تتبعه به بعض أهل العلم من جهتين: الجهة الأولى أن هذا الحديث تفرد به المسعودي، والمسعودي متكلم في روايته وفي ضبطه، وخاصة أنه قد اختلط بأخره. والأمر الثاني أن هذا الحديث قد اختلف في إسناده وصلا وإرسالا، فدل ذلك على أن تصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر، لكن في الجملة أن هذا الحديث أصله في الصحيح كما ذكرت لكم من حديث المقدام. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى فيه دليل على إباحة العقود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإنه قد ذكر أن عمل الرجل بيده وأن البيع المبرور كلاهما من الكسب الطيب، فدل ذلك على إباحة البيع وعلى إباحة عمل الرجل بيده. وعمل الرجل بيده يشمل أمورا، فيشمل عقود الإيجارات وعقود الصناعة بأن يصنع أو أن يزرع ونحو ذلك، فكل هذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عمل الرجل بيده. المسألة الثانية معنا وهي مهمة جدا، أن الفقهاء رحمة الله عليهم تكلموا عن ما هو أفضل كسب يكسبه المرء، بمعنى ما هو أفضل طريق لكسب المال، فيكون المال فيه من أطيب الكسب. والذي ذكره الفقهاء المتأخرون رحمة الله عليهم أن أفضل كسب المال يكون بطريق الزراعة، قالوا: وقيل التجارة، قالوا: وقيل الصنعة بأن يصنع. واستدلالهم لهذه الأمور الثلاث، وإن كان المقدم عندهم الزراعة، لأن العبارة التي يذكرها الفقهاء إذا قالوا: وقدم كذا أو وقدم كذا، يعنون ما قدم من الثلاثة في الذكر. ولنعلم قاعدة عند الفقهاء: إذا ذكروا خلافا في مسألة على قولين أو ثلاثة ولم يرجحوا شيئا فما ذكروه أولا فإنه المقدم.
فمشهور المذهب عند المتأخرين أن الزراعة أفضل، ويستدلون بهذا الحديث فقالوا إن عمل الرجل بيده يكون بالزراعة أفضل لأنه نتاج الأرض. واختار جمع من المحققين ومنهم الشيخ منصور في كشاف القناع أن الأفضل يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، فقد يكون أفضل لشخص الزراعة ولآخر الصناعة ولآخر التجارة. وأما أفضل ما يؤكل فإنهم قالوا إن أفضل ما يؤكل الصيد، لأنه مباح قطعا، لأنه قد اكتسبه المرء عن طريق الاستباحة وهو الصيد، ولذلك يقولون أفضل ما يؤكل الصيد وأفضل ما يكسب الزراعة، وقيل التجارة وقيل ما صنعه بيده. هذه مسألة. المسألة الأخيرة التي تهمنا في هذه من هذا الحديث نأخذها هي مسألة مهمة، أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب يدلنا على أن المال الحلال ليس درجة واحدة في الطيب، فإن بعضه يكون أطيب من بعض، ولذلك جاء السؤال أطيب على وزن أفعل وهي صيغة التفضيل، فدل على أن بعض الحلال طيب وبعضه أطيب، وهذا أمر مستقر عند فقهاء الشريعة رحمة الله عليهم. ولذا ذكرت لكم قبل قليل أنهم يجعلون بعض الكسب أطيب وأفضل من بعض. ولذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كسب الحجام وقال إنه خبيث، وقال للحجام لما سأله عن أجرة الحجامة قال أعرف ناضحك، قال أهل العلم في أصح الوجهين في توجيه هذا الحديث أن المقصود من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن كسب الحجام إنما هو بيان أن كسب الحجام ليس من أطيب الرزق، بل هو في أدنى درجات الحل، فهو في أدنى درجات الحل. وأخذ من ذلك أن المرء يجب عليه أن يجتنب وأن يبتعد عن الحرام، وأما المال الحلال فإنه ينتقي منه أطيبه وأحله وأكرمه فيجعله في جوفه، فلا يتناول طعاما ولا شرابا إلا أن يكون من أطيب الحلال، ثم بعد ذلك يجعل إن ما فضل من هذا المال إن فضل أو ما كان دونه في الطيب والحل يجعله مما يوالي بدنه فيجعله لباسا، ثم بعد ذلك يجعله مسكنا له، ثم بعد ذلك يجعله في الدابة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجام قال أعلفه ناضحك. والإمام أحمد رحمة الله عليه مع قوله بإباحة الأجرة للقاضي في عند توليه للقضاء فإنه لم يمنع أبناءه من أكل هذا الطعام الذي يعني تولاه صالح ابنه، ولكنه امتنع هو رحمة الله عليه من أكل هذا الطعام ورعا لا أنه حرام، ومخرج ذلك القاعدة التي ذكرناها قبل قليل لا شك. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن الرزق الذي يأتي من بيت مال المسلمين قال هذا مال مختلط، بعضه يكون من حلال وبعضه من حرام، وعامة الناس على أخذه، لكن ذكر من نفسه أنه يتورع عن أخذه، الرزق الذي يكون بيت المال، العطية التي تكون بيت المال، قال لأن في بعضه يكون في زمانه يكون بعضه جاء من طريق مظالم ونحو ذلك. طيب، هذه هي المسألة الأخيرة في هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لأن جابر حضر هذه الخطبة حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. المحرمات تكون بسببين: إما محرمات لعينها
وإما أن تكون محرمات لكسبها، أي بسبب كسبها. وهذا الحديث جاء للدلالة على النوع الأول وهي المحرمات لعينها، وأما المحرمات لكسبها فإنها ستأتي إن شاء الله في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. إذن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي بعض المحرمات لعينها التي لا يجوز الانتفاع بعينها ولا يجوز بيعها، كما سيأتي بعد قليل في التقرير في الفرق بين الانتفاع وبين البيع. ولنعلم أن المحرمات لعينها نوعان، أن المحرمات لعينها نوعان. النوع الأول ما هو محرم لأن عينه محرمة، محرم لأن العين في ذاتها محرمة. والنوع الثاني ما هو محرم لأن المنفعة من هذه العين محرمة، فلا تستخدم إلا في أمر محرم، وكلاهما محرم. أعيد الأمرين، الأعيان المحرمة تشمل صورتين. الصورة الأولى ما حرم ما كان التحريم لذات العين لذاتها، مثل الميتة فإن ذات الميتة محرم، ومثل الخمر فإن ذات الخمر محرم، ومثل الخنزير فإن ذات الخنزير محرم. ومنها ما حرم لا لذات عينها وإنما لأن المنفعة التي منها محرمة، مثل الأصنام وما يلحق بها مما سأذكره بعد قليل. فالأصنام هي صنعت من حجارة أو من غيرها، وإنما المحرم ما ينتفع بها، وهو أما العبادة والتعظيم، وإما أن يكون غير ذلك مما سنذكره إن شاء الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام يدلنا على تحريم بيع المعينة المحرمات لعينها. قال فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. شحوم الميتة تشمل صورتين، فقد تكون الميتة بأن ماتت حتف أنفها، وقد تكون الميتة التي ذبحها من ليس أهلا للتذكية وهو المسلم أو الكتابي، فإذا ذبحها مشرك أو وثني فإنه تصبح ذبيحته ميتة. وهذه شحوم الميتة نجسة نجاسة عين، ولكن مع ذلك تطلى بها السفن لكي لا يدخل الماء في جوف السفينة، وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، بمعنى أنهم يجعلونها زيتا يستضيئون به، فكأنه عبر بالاستصباح بالصبح، يعني لأن منه النور والإضاءة، فالسرج يسمى استصباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، هل هو عائد للبيع أم هو عائد للاستصباح وطلي السفن ودهن الجلود؟ هذه مسألة من المسائل المهمة جدا، وذلك أن الفقهاء تكلموا عن قضية الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس، فهل يجوز الانتفاع به في الاستصباح وفي غيره أم لا؟ ولذلك لابد أن نذكر الخلاف أولا، ثم نعرف توجيه هذا الحديث على إرادة العلماء رحمة الله عليهم. فمشهور المذهب في مسألة الاستصباح بالأدهان النجسة أو المتنجسة، فمشهور مذهب الحنابلة أنه يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة فقط دون النجسة بعينها. المتنجسة بمعنى أنها تكون في الأساس طاهرة وحلال ولكن وقعت فيها نجاسة، وأما النجسة عينا فهي التي أذيبت من شحم ميتة أو من شحم غير مأكول اللحم كالخنزير والكلب والسباع وغيرها. فمشهور المذهب أنه يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة فقط، لأن ذلك قد ثبت عن جمع كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان هذا أمرا ظاهرا بينهم ولا نكارة فيه، ولكنهم يستثنون من ذلك المسجد، فيقولون إلا المسجد فلا يستصبح فيه بالأدهان المتنجسة. فعلى المذهب فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام عائد للاستصباح، فإنه لا يجوز أن يستصبح بها ولا يدهن بها السفن ولا غير ذلك، ولكن الحديث يكون متجه للأدهان النجسة لا للمتنجسة.
نص على هذا المعنى جماعة منهم الزركشي وغيره. أعيد هذا الأمر أو هو واضح؟ واضح. طيب، وأما الرواية الثانية في المذهب فإنه يجوز الاستصباح بكل دهن، سواء كان الدهن نجسا أو كان متنجسا، يجوز الاستصباح به والانتفاع به. وعلى ذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام عائد للأصل الذي تكلم عنه هو البيع، فإنه على الرواية الثانية لا يجوز بيع الدهن لا النجس ولا المتنجس، ويجوز الاستصباح بهما معا. وأما على مشهور المذهب المعتمد عند المتأخرين فإنه إنما يجوز من الاستصباح المتنجس فقط، وحملوا هذا الحديث على النجس. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أي شحوم الخنازير جملوها أي أذابوها، ثم باعوه أي باعوا الزيت الذي جملوه وأذابوه فأكلوا ثمنه أي ببيعه. قال: متفق عليه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز بيع ما حرم لعينه، وعلى ذلك فإنه لا يجوز بيع الخمر ولا الميتة ولا الخنزير، وقد انعقد الإجماع على هذه الأمور الثلاثة. والخمر عند الفقهاء يشمل كل ما كان مسكرا، وعلى ذلك فإنه يشمل الجامد ويشمل المائع، ومثل الجامد كالحشيشة والمخدرات وغيرها فإنه لا يجوز بيعها، وكل ما لم يجز بيعه فإن المال يكون حراما، سنتكلم عنه بعد قليل. وقد أطلق الفقهاء وأعني بهم فقهاء المذهب قاعدة أن كل ما كان نجسا فإنه يحرم بيعه، فحرموا بيع النجاسات بناء على أن النجاسات هي من المحرمة لعينها، فقالوا إن كل ما حرم الانتفاع به في الطهارة فإنه يكون نجسا، فإنما حكم بنجاسته فإنه يحرم بيعه. ولذلك حرموا بيع السرجين وحرموا بيع غيره من النجاسات، فلا يجوز البيع عندهم حتى ما جاز الانتفاع به لا يجوز بيعه عندهم من النجاسات كبعض أعضاء الميتة التي حكم بنجاستها. والرواية الثانية في المذهب أنه لا تلازم بين حرمة الأكل وبين كونها محرمة البيع، فإنه قد يحرم الأكل ويحكم بنجاستها ومع ذلك يجوز بيعها لوجود منفعة أخرى فيها. وهذا الذي اختاره الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين يقول لا نحرم من الأعيان إلا ما جاء النص بتحريم بيعه، وما عدا ذلك فإنه قد تكون فيه منفعة، مثل السماد فإنه يجوز بيعه على الرواية الثانية لأن فيه منفعة وإن كان نجسا وهكذا. المسألة الثانية في هذا الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام، وأخذ من هذا أنه لا يجوز بيع المصنوعات المحرمة كالأصنام والصلبان، نص على ذلك الفقهاء، والصور وغيرها مما وكآلات المعازف وغيرها مما يكون مصنوعا لأمر محرم. وعللوا ذلك قالوا لأن هذه المصنوعات إنما بيعت في مقابل منفعة محرمة، وهذه المنفعة المحرمة ملغية فلا يجوز بيعها إلا أن تباع يعني مكسرة، فتباع على أنها حجارة أو على أنها خشب ونحو ذلك، فإنه في هذه الحال يجوز، وأما بيعها على هيئتها فإنه لا يجوز عندهم. المسألة الأخيرة أن الفقهاء تكلموا عن أن هذا المال الناتج عن بيع المحرم فإنه لا يجوز اكتساب المال عن طريقه، وما اكتسب من طريق محرم فإنه يحرم الانتفاع بهذا المال فيجب التخلص منه، ويكون التخلص منه ببذله في أوجه الخير ولا يرد لصاحبه، فلا يرد لمن اشترى منه الخمر أو نحو ذلك، وإنما يصرف في أوجه الخير لأن المشتري قد استوفى الغرض الذي يريده، وإن كان الشرع قد ألغاه استوفى الغرض الذي يريده من العين، وعلى ذلك فإنه يتخلص من المال
ولا يرد لصاحبه، بيد أنهم ذكروا قيدا أن التخلص من هذا المال المحرم يجب أن لا يكون في المصارف المكرمة كالمساجد والمصاحف وغيرها، وإنما يجعل في مطلق المصارف. والرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين أنه يجوز للشخص إذا كان فقيرا فقرا يبيح له أخذ الزكاة أن يأخذ هذا المال الذي اكتسبه من طريق محرم، لأنه إذا قلنا له يلزمك أن تتخلص من هذا المال ببذله للفقراء فإن حاجته مقدمة على حاجة الفقراء بشرط أن تكون حاجته حقيقية وليست متوهمة. والشرط الثاني أن يكون قد صدق في توبته، وألا يكون قد علق توبته على اكتساب المال بأن يقول سوف أكتسب المال ثم أتوب بعد ذلك، فإنه في هذه الحالة ليس صادقا في توبته، فإن التوبة جازمة وليست معلقة. فقط يعني تعليق على ما ذكرته قبل، أن قلت لكم قبل قليل أن في المسألة الأولى في قضية الاستصباح بالمحرمات قلت لكم أن الشيخ تقي الدين يرى أنه يجوز الانتفاع بالمحرمات لعينها بعض الانتفاع، ولذلك ذكر قاعدة أن الخبائث ويعني بها المحرمات يجوز الانتفاع بها في غير ما والى بدن الإنسان، كذا يقول يجوز الانتفاع بها في غير ما والى بدن الإنسان، فيجوز الانتفاع مثلا في الخمر في إطفاء الحريق، ويجوز الانتفاع بالميتة في إطعامها للبازي والصقور ونحو ذلك وغير ذلك مما لا يوالي جسد الآدمي. الخنزير غالبا لا ينتفع بها إلا في شيء يسير أباحه الشيخ تقي الدين وقال إن العمل عليه مثل خياطة الأحذية بشعر الخنزير، فقد ذكر أن أهل المشرق في وقت الصحابة أو متقدمي أهل العلم كانوا يفعلون ذلك فيعفى عن هذا الأمر لأنه قد استهلك في الحذاء أو في الخف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان، ويعني بالمتبايعين البائع والمشتري، وليس بينهما بينة فالقول ما يقوله رب السلعة، ليس بينهما بينة أي تثبت صدق أحدهما إما البائع أو المشتري، فالقول قول رب السلعة يعني البائع لأنه هو رب السلعة أي صاحبها، أو يتتاركان معنى قوله أي أو يتتاركان أي يتفاسخان فيكون العقد مفسوخا. هذا الحديث قبل الحديث قبل الكلام عن فقهه وما فيه من إشكال، هذا الحديث فيه نظر من جهات من حيث الإسناد. أولا في صحة هذا الحديث، فإن هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه الخمسة أهل السنن والإمام أحمد ورواه الحاكم وصححه. وقد ذكر الجمال المرداوي أن هذا الحديث روي من طرق عدة، بعضها مرسل وبعضها متصل، قال: وفيها مقال قريب، يعني فيها كلام لكنه قريب، قال: والصواب أنه حديث حسن. هذا لفظ هذا الحديث. وقبل أن أنتقل للألفاظ الأخرى، فإن هذا الحديث بهذه الصيغة مشكل عند أهل العلم إشكالا كبيرا جدا، حتى لقد نقل ابن رجب في شرح العلل أن هذا الحديث قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على عدم العمل به، وقد قال ابن المنذر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمة الله عليه قال: ما علمت أن أحدا قال بظاهر هذا الحديث إلا الشعبي. هذا الحديث ظاهره مشكل لأنه قد جاء له قيد في بعض الروايات وجاء له حديث يخالفه في بعض الروايات الأخرى. فأما القيد فقد جاء في بعض الروايات قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والسلعة قائمة أو والمبيع قائم. وهذه الزيادة تحل بعض الإشكال،
كما سيأتي بعد قليل في التقسيم. ولكن هذه الزيادة قد ذكر الإمام أحمد أنه لم يزدها إلا يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد، وقال إنه لم يتابع عليها، بل قد نص الإمام أحمد أن يزيد قد أخطأ في هذه الزيادة، فربما كانت مدرجة من قوله. نص أحمد صراحة أن يزيد هو الذي قال هذه الكلمة ولم يتابع عليها وقد أخطأ فيها. هذه من جهة. من جهة ثانية أنه قد روي هذا الحديث بلفظ آخر، وهو إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة تحالفا. والرواية الثانية تحالفا، العجيب أنه لا يعرف لها إسناد قائم البتة، حتى لقد ذكر أبو جعفر الطحاوي والخطيب البغدادي وأبو عمر بن عبد البر الخطيب الفقيه والمتفقه والطحاوي في مشكل الآثار، في مشكل معاني الآثار، وابن عبد البر في التمهيد، أن هذا الحديث لا يكاد يعرف له إسناد. ولكن تلقت الأمة اللفظة الثانية، الأولى الصحيحة لم يعمل بها أحد، واللفظة الثانية تلقتها الأمة بالقبول وهي التحالف، حتى لقد قال ابن عبد البر ما نصه هذا حديث، اللفظة الثانية تحالف، هذا حديث محفوظ عن ابن مسعود وهو أصل عند جماعة العلماء، تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من الفروع، وقد اشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد، لا يعرف له إسناد ومع ذلك عملوا به. والحديث الذي هو حسن كما حسنه قلت لكم الجمال المرداوي ذكر أنه لم يعمل به أحد، وذلك هذا الحديث مشكل ليس بالسهل إشكاله، فإن فيه إشكالا كبيرا. قبل أن أورد الإشكال الذي فيه نبدأ في بعض المسائل المتعلقة بفقه الحديث التي لا إشكال فيها، ثم ننتقل لما فيه إشكال. الأمر الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، مفهوم هذه الجملة أنه لو كان بين المتبايعين بينة فإنه يقضى بها ويعمل، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وهو أمر مسلم أن البينة مقدمة، ولذلك فإنه يعمل بالبينة، يعمل بالبينة. الأمر الثاني أن هذا الحديث لم يورد التحالف، وإنما قال القول قول البائع مطلقا ولم يذكر تحالفا، هذا الإشكال الأول في هذا الحديث. والإشكال الثاني أن هذا الحديث جعل القول قول البائع مطلقا، دائما قول البائع مهما كان الاختلاف فالقول قول البائع، ولم يجعل قولا للمشتري البتة، وهذا لم يعمل به أحد من أهل العلم كما ذكرت لكم قبل قليل عن ابن رجب وقبله ابن المنذر رحمة الله عليه. وعلى سبيل الاختصار لكي لا نخوض في الخلاف الطويل في مسألة اختلاف المتبايعين، سأوجز لكم المذهب في قضية إذا اختلف المتبايعان في العين المبيعة. فمشهور المذهب أن اختلاف المتبايعين في العين المبيعة له أربع حالات. الحالة الأولى أن يختلف في قدر الثمن، بمعنى أن يقول المشتري اشتريتها بعشرة ويقول البائع بل بعتها بمئة أو بعشرين، فيختلف في قدر الثمن، فهنا يقول الفقهاء إنهما يتحالفان، بمعنى أن البائع يقول والله ما بعتها، يحلف على النفي بعشرة، ويقول المشتري والله ما اشتريتها بعشرين، فإذا تحالفا جاز لكل واحد منهما على سبيل الانفراد الفسخ أو أن يرضى بسعر صاحبه، فإن كانت العين قائمة ردت له، وإن كانت العين ليست قائمة فإنه في هذه الحال يعطى قيمة المثل لا ما ادعى به. فهنا خالفنا الحديث لأنه قال القول ما يقول البائع، البائع قال 40 20، ومع ذلك لم نقل القول قوله، وإنما تفاسخنا أخذنا بالتتارك ولم نأخذ بالثمن إذا كانت السلعة غير قائمة. ولذلك الزيادة التي ذكرت لكم وأنكرها الإمام أحمد عمل بها الفقهاء في هذا الموضع فقط إذا كانت العين قائمة، فقالوا لابد أن تزاد هذه حلا لبعض صور إشكال هذا الحديث. هذه الصورة الأولى من الاختلاف بين المتبايعين في السلعة. الصورة الثانية
إذا اختلفا في الصفة، بمعنى أن البائع قال بعت لك العين ذات الهيئة الفلانية والصفة الفلانية، وقال المشتري لا بل اشتريت منك موصوفا بالصفة الفلانية. يعني مثلا في البر، واحد قال مثلا بالرز مثلا، قال باع أنا بعتك رزا هنديا، وقال المشتري لا بل اشتريت منك رزا مصريا. أنا في الرز المصري هذا يسمى مصري وإن كان ليس مصريا، استرالي، لكنه يختلف. فالمذهب أن القول قول المشتري في الصفة، إذا اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مطلقا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا اختلف البائع والمشتري في أجل أو شرط، فادعى المشتري الأجل في الثمن أو ادعى شرطا أو العكس الذي ادعاه البائع، فالمذهب يقولون إذا اختلف في الأجل أو الشرط فالقول قول من ينفيه. من ينفي الشرط أو ينفي الأجل هو القول قوله، لأنه مستمسك بالأصل، فالأصل عدم وجود الشرط أو الأجل. الحالة الرابعة، أن يختلف في عين المبيع وقدره. عين المبيع يقول بعتك العين الفلانية. الحالة الثانية، اختلف في وصفه في الموصوفات وهنا في المعينات، هذا يقول بعتك سيارة من النوع الفلاني، بعتك هذه السيارة، قال لا أنا إنما اشتريت منك السيارة التي بجانبها، أو يقول بعتك أرزا، قال لا أنا إنما اشتريت منك برا، فاختلف في عين المبيع أو في قدره كم مقداره. فالفقهاء يقولون إنهم إذا اختلفا فإنهم يتحالفان، كل واحد يتحالف على نفي ما ادعاه صاحبه. وفي هذه الحالة إذا تحالفا فعند المتأخرين من الحنابلة روايتان، الذي في زاد المستقنع أن العقد يبطل، والذي مشى عليه المتأخرون كصاحب منتهى وغيره أن القول قول البائع، فأعملوا قول البائع هنا في هذه الحالة، لكن بشرط أن يكون هناك تحالف. على العموم، هذه مسألة في قضية اختلاف المتبعين، وهي أربع صور مرت علينا جميعا في الزاد وفي جميع كتب الفقه. وأنا سأسأل سؤالا من باب التنشيط الذاكرة، الفقهاء يذكرون الاختلاف في أي موضع، في أي باب من أبواب البيع، كتاب البيع قبل الشروط أو في الخيار، في باب الخيار يذكرونه، في باب الخيار في آخر كتاب باب الخيار يذكرون مسألة الاختلاف. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في ذكر أمثلة للمحرم لكسبه، وسبق معنا قبل في حديث جابر المحرم لعينه بنوعيه. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب المبيع، وسنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل بعد بضعة أحاديث، ومهر البغي وهو ما تعطاه البغي في مقابل زناها، فإذا كانت البغي تأخذ أجرة لزناها فيسمى مهرا، فهو من باب يعني التجوز في تسميته مهر، وإلا فإن الاصطلاح الشرعي المتأخر، يعني المتأخر يعني بعد وضع اللغة، المعنى الأول السابق في اللغة، فإن المهر أصبح مخصوصا بالنكاح الصحيح. ومهر البغي وحلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، وحلوانه هو ما يعطاه من جعل أو ما يعطاه من هدية لأجل تكهنه. هذه الأمور الثلاثة كلها من الكسب المحرم الذي لا يجوز لصاحبه. وقد جاء في رواية عند البيهقي لفظة صريحة، فإنه قد جاء عنده بإسناد جيد كما قال البيهقي نفسه من حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل ثمن الكلب ولا مهر البغي ولا حلوان الكاهن. وهذه العبارة صريحة في معنى الحديث، لأنه ربما يدعي أحد أن النهي في عن ثمن الكلب إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم، وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جبل له أعياء،
فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا أي تعب، قال: فأراد أن يسيبه أي أن يتركه لأنه قد مرض وتعب، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي أي دعا لجابر، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في أكثر من موضع، ربما 3 أو 4 من غير التتبع، قال: وضربه أي وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجمل فسار سيرا لم يسر مثله، فأصبح نشيطا قويا بسبب ضربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مما يعد من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فلما سار سيرا قويا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بوقية، الواو مفتوحة، بوقية، ووقية هي الأوقية، نفس الشيء، لا فرق بينهما، ولكن العرب وهذه هي لغة قريش تسهل الهمز، الغالب في لغة قريش التسهيل، فيقولون وقية المؤمنين وهكذا تسهيل الهمز، فهي لغة في أوقية، نفس المعنى، الأوقية والوقية نفس المعنى، وهي وحدة وزن، وهي تعادل 40 درهما في ذلك الزمن. لماذا نقول في ذلك الزمن؟ لأن الأوقية تغير مقدارها بعد ذلك، ذكر هذا بدر الدين العيني في شرحه على البخاري، ولكنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعادل 40 درهما، وقد سبق معنا معرفة مقدار الدرهم وهو جرامان و95 بالمئة من جرام، فإذا ضربتها في 40 عرفت كم مقدار ما بيع به ذلك الجمل. فقال جابر: لا، ثم قال: بعنيه بوقية، واشترطت أي واشترط جابر حملانه إلى أهلي، قال: فلم حملانه يعني أني أبقى عليه إلى أن أصل إلى أهلي في المدينة، قال: فلما بلغت أي بلغت المحل الذي اشترطته أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، أعطاني الثمن، ثم رجعت أي رجعت فأرسل في أثري أي رجعت إلى بيتي أو إلى مقر آخر، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتراني ما كستك؟ بمعنى أني راجعتك في الثمن لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، قال: وهذا السياق لمسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، مسائل تتعلق بالأدب ومسائل تتعلق بالفقه، نبدأ بالأولى لقصرها. فمن المسائل المتعلقة بالأدب، أولا أن هذا الحديث دليل على جواز المماكسة في البيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماكس في البيع، وليس ذلك من الطلب المذموم، فإن الطلب المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كبار أصحابه، لم ينهى عنه إلا كبار الصحابة، كما في حديث عوف بن مالك في الصحيح وحديث ثوبان وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الناس شيئا، فإنما يكون هذا النهي لكبار الصحابة لأنه من كمال التوكل أن لا يسأل الناس شيئا. وأما المماكسة فليست من السؤال، لأنها من البيع والشراء، وقد جاء أن جعفر، أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان رجلا كريما حتى إنه ليعطى 1000 درهم يعطيه إياه معاوية رضي الله عنه، فينفق هذا المبلغ في شهر أو أقل من ذلك، وربما سأله الرجل فيعطيه 10,000 درهم أو أكثر، بل ربما أعطاه 100,000 بسؤال بسبب طلب. فكان إذا دخل السوق وأراد أن يشتري ماكس في الدرهم وفي نصف الدرهم ماكس، فقيل له في ذلك: عجبا لأمرك، إذا سئلت أعطيت 10,000 وأكثر وتماكس في الدرهم وفي أقل من ذلك. قال: إني إذا سئلت فإنما أسأل بخلقي، وإذا بعت واشتريت فإنما أعرض عقلي. فالمسترسل الذي لا يحسن المماكسة لا شك أنه صفة نقص في تصرفه، ولذلك كما سيمر معنا إن شاء الله
أن الذي كان مسترسلا في بيعه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار. إذن هذه المسألة الأولى في قضية المماكسة وأنها مشروعة. من الأمور أيضا المتعلقة بهذا الحديث من الفقه أن أو من الأدب أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما عليه الصلاة والسلام، فمع مماكسته صلوات الله وسلامه عليه فإنه مع ذلك لما نقد ثمن جمل جابر وأعطاه إياه رد له جمله، وهذا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم وبركته صلوات الله وسلامه عليه حينما ضرب الجمل فتحرك، وكيف أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما امتنع بعضهم وهو جابر من بيعه للجمل في أول الأمر حينما قال لا، لم يكن ذلك يعد من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين، فإن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا في أمر الدين، وأما أمر الدنيا فإنه يدل على أنه يجوز مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الأصل الكلي المعروف في كتب الأصول في أبواب السنة أن ما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار العادة وأمر الدنيا فليس هذا داخلا في السنة المتبعة التي يلزم اتباعها على وجه اللزوم أو على وجه الندب. ولذلك هناك أمور كثيرة خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم خرجت هذا المخرج، وتكلمنا عن بعضها فيما يتعلق في اللباس وفي غيره. أما الفقه في هذا الحديث ففي مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث دليل على أنه يجوز تأخير الثمن بشرط أن يكون المثمن حالا. إذن هذا هو الشرط، معنى حال يعني أنه بات البيع، ولكن قد يكون بعض التسليم متأخر بعض الشيء كما سنتكلم في الاستثناء بعد قليل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل وكان الشراء باتا، فأصبح في ملك النبي صلى الله عليه وسلم من حين التعاقد، وإنما أخر الثمن فقط ولم يكن المبيع معلقا. لم يكن المبيع معلق، لأن المبيع المعلق عند جمهور أهل العلم ليس بصحيح بل هو باطل، ولذلك الفقهاء يقولون إن البيع لا يصح تعليقه على الشرط. هذا هو مشهور مذهب القول عامة أهل العلم. وأما الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب فإنهم يجيزون أن يكون البيع معلقا، ولكن هذه الصورة ليست منه عند الجميع، هذا ليس من البيع المعلق، فيكون المعلق عند الشرط وقبل ذلك فلا يكون لازما، وأما هنا فإنه لازم وبات من حين التعاقد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي من أهم المسائل في هذا الحديث أن هذا الحديث فيه دليل على جواز اشتراط الشروط في العقود، فإن جابرا عندما باع للنبي صلى الله عليه وسلم الجمل اشترط حملانه إلى داره، وهذا شرط في العقد فدل على جوازه. ومن أوسع المذاهب في إباحة الشروط هم فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم، ولكن المتأخرين منهم وسيمر معنا إن شاء الله دليلهم قالوا إنه لا يجوز من الشروط التي هي خارجة عن مصلحة العقد إلا أن يشترط المرء شرطا واحدا، وهو الذي جاء في حديث جابر، فإنما اشترط جابر شرطا واحدا فأكثر من شرط لا يجوز. وأما غيرهم من أهل العلم فإنه لا يجوز الشروط مطلقا، حتى شرط واحد إذا كان ليس من مصلحة العقد فإنه لا يجوز. والرواية الثانية في المذهب وهي الصحيحة بلا شك، وهي التي عليها عمل المسلمين الآن في مشارق الأرض وفي مغاربها، أنه يجوز شرط وأكثر من شرط، فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن أكثر من شرط، سنتكلم عنها إن شاء الله في محلها بعد قليل. فالمقصود أن هذا الحديث دليل على جواز الشروط في البيع، ومشهور المذهب أنهم خصوه بإجازة شرط واحد، والرواية الثانية قالوا إنه يجوز أكثر من شرط ولو 100 ما لم يكن الشرط منهيا عنه، سنتكلم إن شاء الله في الشروط في موضعها بعد قليل. المسألة الأخيرة في هذا الحديث وأيضا ستأتي معنا بعد ذلك أن هذا الحديث فيه دليل على جواز استثناء منفعة من المبيع. المستثنى من المبيع أحد أمرين، إما مستثنى من أجزائه كأن تبيع الشيء إلا بعضه، بعتك هذه
الصبرة إلا بعضها، بعتك هذه الشاة إلا رأسها. وأنتم تعرفون الخلاف في قضية الاستثناء في بعض الأشياء المعلومة، سنتكلم عنها إن شاء الله في الحديث الذي ثبت في مسلم نهى عن الثنية وعند أهل السنن إلا أن تكون معلومة، سيمر معنا الحديث. فيجوز استثناء المعلوم من الأجزاء، هذا واحد. الأمر الثاني، يجوز استثناء بعض منفعة المعقود عليه، وهذا الذي يسميه بعض الفقهاء ومنهم الشيخ تقي الدين استثناء النقص من المعقود عليه، النقص. فاستثناء النقص مثل هذا الحديث، استثنى نقصا، فإن الجمل ملك للنبي صلى الله عليه وسلم من حين التعاقد، ولكن استثني نقص من منفعته وهي مدة المشي، استثناها جابر فأصبحت ملكا لجابر. وفي معناها، لو أن امرأ باع لآخر دارا قال بعتك داري ولكن أسكنها شهرا، يقول يجوز، هذه ثنية، استثنيت منفعة، لم تستثني جزءا، استثنيت منفعة، فيجوز لك أن تستثنيها بشرط أن تكون معلومة، وسيمر معنا إن شاء الله دليلها بعد قليل، نهى عن الثنية إلا أن تكون معلومة. فهنا جابر استثنى المنفعة وكانت معلومة، قال إلى أن أصل إلى أهلي، واستثنى واشترطت حملانه إلى أهلي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه أيضا، قال: أعتق رجل منا، أي من الأنصار، عبدا له عن دبر. الاعتاق قد يكون منجزا في الحياة، وقد يكون معلقا لحين الوفاة. المعلق المنجز في الحياة يقول أعتقت هذا العبد، هذا يسمى منجز اعتاق. والمعلق على حين الوفاة يقول إذا مت فقد عتق هذا العبد، فعلقها على الوفاة. هذا المعلق على الوفاة يسمى المدبر، يعني يعتق في دبر الحياة، لما يدبر الشخص من الحياة ويموت سيده عتق عبده، ولذلك سمي مدبرا، سمي مدبر. وعقد التدبير هو في الحقيقة صورة من صور الوصية، يجوز الشخص أي أن يوصي وأن يتبرع بثلث ماله، ولذلك التدبير لابد أن يكون، أو المدبر لابد أن يخرج من الثلث، فإن زاد عن الثلث فإنه لا ينفذ، كما في قصة الذي أعتق ستة من عبيده لا يملك غيرهم، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة إلى الورثة. فهنا أعتق رجل عبدا له عن دبر ولم يكن له مال إلا هذا العبد، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعا بالعبد فباعه. طبعا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد الوفاة لا شك في صحته، لأنه لم يعني لا يصح له التصرف إلا بالثلث، ولكن نقول إن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد الوفاة، لأنه لو كان بعد الوفاة لأخرج النبي الثلث وأعطى الورثة الثلثين، وإنما كان التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه في حياته، أي في حياة المدبر. وهذا الحديث يعني يفيدنا مسائل فقهية وإن كانت يسيرة. أول هذه المسائل أن الشخص لا يصح تصرفه في ماله إذا لم يكن كامل الأهلية وسالما من عوارضها، فكامل الأهلية هو الذي يكون بالغا عاقلا، والسالم من العوارض هو الذي لم يكن محجورا عليه لا لفلس ولا لسفه ونحو ذلك من العوارض الأخرى. فهذا الحديث هو في معنى المحجور عليه، لأنه لا مال عنده غير هذا العبد فلا يحسن التصرف، فلو أعتقه لما بقي عنده مال ولا من يأتي له بمال، لأنه ربما هذا العبد يخدمه، أو ربما كان هذا العبد يكتسب له المال، فإن من كان له عبيد فإنهم يكتسبون له المال ويعطونه إياه. ولذلك فإن الفقهاء يقولون، وهذا هو مشهور مذهب، أن من حجر عليه لفلس فإنه لا يصح تصرفه لكن بعد الحجر. واختار الشيخ تقي الدين، وهي الرواية الثانية في المذهب، منصوص أحمد أيضا نص عليها أحمد في بعض الروايات، أن من كان مفلسا فإنه لا يصح تصرفه قبل الحجر، أيضا قبل حكم الحاكم، فمن حين الفلس وهو زيادة الدين على المال، ومن حين ثبوت السفه أو بيان التصرف في السفه، فإنه نحكم بأن التصرف باطل وإن لم يصدر فيه حكم حاكم.
نحن نعرف أن الحجر لأجل الفلس لا بد فيه من حكم حاكم، وأما الحجر لأجل السفه فإنه لا يلزم، وإنما الولي هو الذي يقوم بذلك مباشرة في منعه من التصرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري، وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مايعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. نعم. هذا حديث ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن، السمن معروف، وقعت فيه فأرة، قال فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أي عن هذا السمن أو الفأرة، فقال: ألقوها وما حولها، أي ألقوا الفأرة وما حولها من السمن وكلوه. هذه اللفظة ثابتة في الصحيح، ولا إشكال فيها ولا خلاف في هذه الصورة، وإنما الإشكال كله في الزيادات التي وردت. قال: زاد أحمد والنسائي أنها سقطت في سمن جامد. وهذه الزيادة في الحقيقة هي جاءت من نفس الطريق الذي جاء منه حديث ميمونة رضي الله عنها، ولكن لم يردها البخاري في الصحيح لأن فيها علة خفية، مع أن شيخ البخاري محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه صحح هذه الزيادة في سمن جامد لأنها جاءت من طريق معمر عن الزهري بنفس الإسناد، ولكن ذهب كثير من المحققين إلى أن معمرا مع كونه ثقة إلا أنه تفرد عن الزهري بهذه الزيادة في قوله في سمن جامد، وأما أصحاب الزهري الباقون فكلهم لم يذكروا هذه الزيادة، ولذلك قال المحققون من أهل العلم إنها غير محفوظة، كما عبر ابن عبد الهادي والشيخ تقي الدين في كتابه المسائل الماردينية أطال في تضعيف هذه الزيادة، وقال إن المحققين من أهل العلم بيّنوا أنها غير محفوظة. سنأتي بعد قليل كيف أن هذه أشكلت على الفقهاء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم، يعني الرازي بالوهم، أي أنه وهم من الراوي في زيادة فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه الزيادة والتفصيل فإنه وهم، ولذلك قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث أو إشارة لحديث أبي هريرة قال إنه غير محفوظ. هذا الحديث حيث أبي هريرة هو مفهوم الزيادة التي جاءت في حديث ميمونة في قوله في سمن جامد. قبل أن نفهم الحديث خلنا نفهم الصورتين التي يورد فيهما وقوع الفأرة في السمن. السمن له صورتان: إما أن يكون السمن جامدا، إما لكثرة كثافته أو لشدة برد أو نحو ذلك، وإما أن يكون مائعا فيكون كالزيت لا فرق. نعرف السمن يذوب، السمن الزبدة الآن، غير ذلك مما هو في معانيه. فإن كان جامدا فوقعت فيه الفأرة، وفي معناها كل نجاسة وقعت ولو كانت عذرة ونحو ذلك، فإنها تذهب هي وما حولها، وهذا واضح، وعلى ذلك حمل الحديث الأول على الجامد. فإن كان مائعا فوقعت فيه الفأرة أو النجاسة، فهل نقول إن اللفظة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها يشمل المائع أيضا، وإلا هو خاص بالجامد فقط؟ ظاهر الحديث الأول من غير الزيادات الأخرى أنه يشمل كل سمن سواء كان مائعا أو كان جامدا، فتلقى الفأرة تخرج وترمى ويلقى ما حولها فقط مما تأثر جاءت فيه الرائحة أو جاء فيه اللون، غالبا ما ينتقل الرائحة لأنها ماتت فيه، ما بعد بدأت يعني تخرج رائحة، ما بعد تخيس الفأرة، لكنها يعني بدأ ينتقل بعض النجاسة إليها كشعرها ونحوه، فظاهر الحديث أنه يشمل الثنتين. طيب، مشهور المذهب أنهم قالوا نفرق بين السمن المائع والجامد، فقالوا إنه إذا كان مائعا فوقعت فيه الفأرة فإننا نحكم بنجاسته، وأما سواء كان قلتين أو أكثر،
وأما إن كان جامدا فإننا نحمل الحديث على الجامد فقط. ما دليلكم؟ قالوا الرواية الأخرى في سمن جامد ورواية أبي هريرة رضي الله عنه، والرواية الثانية في المذهب وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين قلت لكم في المسائل المردنية وأطال عليها وابن القيم وكثير من محقق المذهب، أنهم قالوا لا فرق بين المائع والجامد، وأن هذه الزيادة تفرد بها معمر كما ذكرت لكم قبل قليل، وأما رواية حديث أبي هريرة فإنها غير صحيحة مطلقا. وعلى ذلك فإننا نقول كل مائع سواء كان سمنا أو غيره، جامدا أو ماء أو مائع، فإنه إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغيره فإنه يبقى طاهرا فيجوز الانتفاع به، فإن وقعت النجاسة وبقيت نفس النجاسة فإنها تزال وما حولها بجانبها وتخرج، والباقي إن لم يتغير فإنه طاهر، وإن تغير فهو نجس للإجماع أن النجس يتغير بالنجاسات. إذن عنوان هذه المسألة التي نتكلم عن فقهها نقول ما حكم المائعات إذا وقعت فيها النجاسة؟ فمشهور المذهب أن كل المائعات ليخرج السمن، لأن السمن متفق عليه الذي يكون جامدا متفق عليه، فحملوا الحديث على الجامد، أن المائعات إذا وقعت فيها النجاسة فإنها تنجس، ولا ننظر للقلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي سبق معنا إذا بلغ الماء ولم يقل المائعات. وعلى ذلك تعرفون القصة المشهورة عن محمد بن سيرين حينما كان عنده آنية كبيرة من زيت فوقع في بعض فيها فأر فنجسه فرماها كلها، هذا محمول على الرواية الثانية، على الرواية الأولى على النجاسة، وعلى الرواية الثانية على الورع، وقد جاء عن أحمد النص على أن تنجيس المائعات من باب الورع. الرواية الثانية في المذهب أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة فإن غيرته فهي نجسة، وإن لم تغيره فهي طاهرة، وعلى ذلك فإن بقي عين النجاسة فتزال وما حولها، والباقي ننظر هل تغير أم لا فقط. هذا هو الخلاف في مسألة الفقه. في تعلق هذا الحديث بباب البيع نقول إن هذا البيع متعلق بالنجاسة التي ذكرناها في أول حديث، فإنه إذا حكمنا بنجاسته فإنه لا يجوز بيعه عند من يقول بنجاسته، فإنه لا يجوز بيعه. ومن قال بنجاسته وقد سبق معنا أو نقول وقد سبق معنا قبل أن ما حكم بنجاسته هل يجوز بيعه أم لا؟ نقول لا يجوز بيعه لأنه نجس، لكن هل يجوز الانتفاع به؟ هذا تكلمنا عنه قبل قليل في الاستصباح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. نعم، هذا حديث أبي الزبير المكي، محمد بن مسلم المكي، قال سألت جابرا، طبعا أتى المصنف بقوله سألت جابرا لأن أبا الزبير متهم بالتدليس فلا يقبل من روايته عن جابر إلا ما صرح بسماعه به أو ما كان من طريق الليث بن سعد عنه. قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور، السنور هو القط أو الهر يسمى سنورا، قال: والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: رواه مسلم ورواه أيضا النسائي وزاد النسائي إلا كلب صيد. هذا الحديث فيه مسألتان هما محل إشكال. المسألة الأولى في كون جابر قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، أو قول جابر عفوا قول أبي الزبير سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا الحديث في مسلم، وقد اختلف المذهب في حكم بيع السنور، هل يجوز بيعه أم لا؟ حكم بيع السنور، هل يجوز للشخص أن يبيع قطا أم لا؟ ونحن نعلم الآن أن القطط تباع بأغلى الأثمن. فمشهور مذهب الحنابلة أنه يجوز بيع السنور، يجوز بيع الهر. وأما هذا الحديث الذي ورد فإن لهم فيه أكثر من توجيه. التوجيه الأول هو توجيه الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد كان يضعف هذا الحديث، فكان أحمد يضعف كل حديث جاء في النهي عن ثمن السنور، فقد قال: لا يصح حديث في النهي عن ثمن السنور. وأما هذا الحديث بخصوصه فإنه قد جاء من طريق عبد الله بن معقل الجزري عن أبي الزبير المكي عن جابر،
وقد كان الإمام أحمد كما نقل ذلك ابن رجب في شرح العلل يضعف رواية عبد الله بن معقل عن أبي الزبير ويرى أنها ضعيفة فلا تصح. وذلك هذا الحديث طبعا يضعف فقط رواية عبد الله بن معقل عن أبي الزبير فقط خاصة دون مطلق روايته، فيرى أن رواية عبد الله بن معقل الجزري عن أبي الزبير ضعيفة. ولذلك فإن الإمام أحمد كان يضعف هذه الزيادة، وهي سأله عن ثمن السنور، يقول ما يصح أن يعني أبا الزبير سأل جابر عن السنور، وإنما سأله عن الكلب نعم ثابت، لكن زيادة السنور ما تصح، بل إنه كما قلت لكم أطلق لا يصح حديث النهي عن بيع ثمن السنور. هذا التوجيه الأول للإمام أحمد الحديث. التوجيه الثاني هو الذي ذكره الفقهاء المتأخرون كالبرهان بن مفلح ومنصور وغيرهم، قالوا إن هذا الحديث محمول على الهر الذي لا منفعة فيه، لأن الهر قد يكون له منفعة مثل أكل الفئران وخشاش الأرض، وقد يكون لا منفعة فيه مثل الذي يشتريه للزينة لا منفعة فيه ليس له منفعة، فقالوا نحمله على هذا الحديث، النهي محمول على ما لا منفعة فيه وما عدا ذلك فإنه يجوز، أو أنه محمول على أن يبيع الشخص هرا ليس مملوكا له. في الزمان الأول لم يكن الناس يملكون القطط، فيقول بعتك 3 قطط ثم سيصطادها له، فقالوا نحمله على أن النهي على غير المملوك. إذن توجيههم لهذا الحديث أحد 3 توجيهات، ضعف الحديث توجيه أحمد، أو أنه محمول على غير المملوك، أو أنه محمول على غير ما لا منفعة فيه. الرواية الثانية في المذهب أن بيع السنور لا يجوز وأن ثمنه حرام، وهذا اختاره ابن القيم واختاره ابن قاضي الجبل في كتاب الفائق، واختاره أيضا ابن رجب أو وصححه ابن رجب في القواعد الفقهية. وهؤلاء 3 قلت لكم قبل إن الرواية الثانية في المذهب في الغالب هي 7، ومنهم هؤلاء 3 ذكرت لكم قبل قليل، ابن القيم وابن رجب وابن قاضي الجبل، بناء على تصحيح هذا الحديث. ولذلك لتصحيحهم لهذا الحديث نهوا أو قالوا إنه لا يصح بيع السنور وثمنه محرم. نعم، المسألة الثانية في هذا الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الكلب الفقهاء يقولون لا يجوز بيعه، وكذا كل ما كان وضع اليد عليه من باب الاختصاص، لأن المرء قد يباح له الانتفاع ببعض الأشياء ومع ذلك يحرم عليه بيعها، فقد يحرم البيع لمهانة المبيع كالكلب، وقد يحرم البيع لكرامة المبيع أو لكرامة العين كالمصحف. ولذلك يقول الإمام أحمد لا أعلم رخصة في بيع المصحف، وغير ذلك من صور الاختصاص كالمنفعة العامة مما لا يجوز بيعه أو ما لا قيمة له في الشرع كالذمة وغير ذلك. ولذلك هذا الحديث وقد ثبت في الصحيح 3 أحاديث كلها في النهي عن ثمن الكلب، بيد أن هنا مسألة هي محل الإشكال، وهي الزيادة التي جاءت عند النسائي قال إلا كلب صيد، فإن ظاهر هذه الزيادة أنه يجوز بيع كلب الصيد، وهذه الزيادة ضعفها الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد إنها تفرد بها الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف، أي ضعفه الإمام أحمد. والنسائي لما ذكر هذه الزيادة قال إنها زيادة منكرة فلا تصح. إذن فالأئمة كأحمد والنسائي ضعفوا هذه الزيادة، بل قال الإمام أحمد إنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز بيع كلب الصيد، لا يجوز بيعه. طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ أن الفقهاء المذهب يقولون لا يجوز بيع الكلاب مطلقا ولو كان مأذونا بها ككلب الصيد والحرث والماشية ونحو ذلك، فإنه لا يجوز بيعها مطلقا لا فرق. والرواية الثانية قال بها صاحب الفائق وهو ابن قاضي الجبل أنه يجوز بيع الكلب المأذون به، وجواز بيع الكلب المأذون به مبناه على هذا الزيادة إن صحت، وعلى قاعدة أنه ما أذن به فإنه يجوز الانتفاع به، ولكن مشهور المذهب والنص صريح على أنه لا يجوز بيع الكلب. ولكن يجب أن نفرق بين أمرين، بين البيع وبين الشراء، يجب أن تفرق بينهما. فالبيع محرم لا يجوز للشخص أن يبيع شيئا من هذا، لكن الشراء يجوز عند الحاجة، فالمصحف يجوز شراؤه عند الحاجة،
والكلب كذلك يجوز شراؤه عند الحاجة بشرط أن يكون مأذونا به، وإلا فلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة عتق بريرة رضي الله عنها. وبريرة كانت ملكا لبعض الصحابة فأرادوا اعتاقها عن طريق المكاتبة. وكيف يكون مكاتبتها؟ بأن يشتري العبد نفسه من سيده، وهذه من العقود المستثنة، فإن المرء لا يشتري نفسه من نفسه، فإن العبد وماله ملك للسيد، فهذا من العقود المستثنة وهو المكاتبة. وذلك بأن يتفق العبد مع سيده أن يشتري نفسه وأن يعتق، فيجعل له مبلغا، يقول: أعطيك كذا فأعتق عنده. وقد يكون منجما عند كل شهر أو عند كل سنة قسطا منه، وهذا يسمى عقد المكاتبة. وقد ندب الله عز وجل له: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمراد بكون أنه يعلم فيهم خير أن يكونوا مقتدرين على الاكتساب، لأن العبد إذا كان غير مقتدر على الاكتساب فإنه ربما سرق وربما فعل أمرا محرما فكان فيه شر على الناس لا خير لهم. هذا معنى المكاتبة. أثر المكاتبة والعتق عموما هو الولاء. والمراد بالولاء أن الشخص إذا عتق يصبح له ولاء من علو لشخص معين، للذي أعتقه، وهو الذي اشتراه ثم أعتقه، ويكون هو مولاه. ومعنى كونه مولا له أنه يأخذ أحكامه الشرعية، فإن كان مواليه من بني هاشم فإن مولى القوم منهم، فلا يجوز له أن يأخذ من زكاة كما هي قصة مواليه. هذا واحد. الأمر الثاني، أو كما هو حال مواليه وهم بنو هاشم. الأمر الثاني أن المولى إذا مات فإنه يرثه مولاه من علو الذي أعتقه، أو عصبة مولاه، ففيه فائدة من حيث الميراث. ولذلك هنا اختصم هؤلاء القوم عائشة رضي الله عنهم في قضية ولاء بريرة، فلربما اعتقت وكان لها مال ثم ماتت بريرة، فمن يرث مالها؟ فلو كان الولاء لأولئك القوم لورثوه، ولو كان الولاء لبريرة رضي الله لعائشة رضي الله عنها لورثتهم. والعلم عند الله عز وجل من الذي يموت أولا. ومن قرأ في كتب السير يعلم أن كثيرا من الناس اكتسب مالا كثيرا بسبب مواليه، حينما يموت أحد مواليه أو أبناء مواليه فيكون لا وارث لهم من العصبات، فإنه يرث سيده أو معتقه هذا المال. وهذا مذكور كثير في كتب السير، وذلك كانوا يعنون في قضية من ينتسب له الولاء. إذن هذا معنى الولاء، والقصة واضحة لا أظن فيها إشكالا. لكن نأخذ ما فيها من الفقه لأجل الوقت. من الفقه في هذا الحديث حيث عائشة رضي الله عنها مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث دليل على جواز البيع بالتأجيل أو بالتقسيط، فإن بريرة رضي الله عنها باعها مواليها على نفسها، أو باعوها على عائشة رضي الله عنها في الحالة الثانية، باعوها على عائشة رضي الله عنها 9 أواق في كل عام أوقية. إذن يجوز البيع بالتقسيط، ونقول سواء كان الثمن واحدا أو كان الثمن متغايرا بشرط العلم عند التعاقد. ما المراد بالثمن المتغاير؟ أن يقول البائع:
سأبيعك هذه السلعة بألف حالة أو بألف ومئتين مؤجلة، نقول إنه يجوز خلافا للشافعي، فإن الشافعي يقول إذا كان للسلعة سعران فإنه لا يصح هذا البيع، وحمل عليها بيعتان في بيعة. وأما نحن فنقول سواء كانت بثمن واحد في التأجيل والحلول أو بثمنين عند الحلول أقل من التأجيل فإنه يجوز معا، وهذا هو المذهب وهو واضح جدا، وهذا الحديث دليل عليه وهو جواز التنجيم والتقسيط في البيوع. هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا وهي الأصل في قضية الشروط في البيع. العجيب أن هذا الحديث استدل به من منع من الشروط ومن أباح الشروط. فمن منع من الشروط في العقد فقال إنه لا يصح أي شرط في العقد، وهو قول كثير من أهل العلم، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله على معنى أنه ليس منصوصا عليه في كتاب الله. الشرط الذي لم يقره بمعنى نص عليه فجاء النص بإباحة هذا الشرط فإنه ليس بجائز. وعلى ذلك فإنهم قالوا كل الشروط في العقود ممنوعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يستشكل عليهم الجملة الأخيرة وهي التي عند مسلم، فإن مسلما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. كيف نقول إن الشروط باطلة مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم الولاء؟ اشترطي لهم الولاء، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مطلق الاشتراط بغض النظر عن قبول هذا الشرط أم لا، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يبيح لها أن تشترط شرطا أساسا مبدأ الشرط غير مقبول؟ فلذلك قالوا هم إن معنى قوله واشترطي لهم أي واشترطي عليهم، فيكون شرطا صحيحا هو في كتاب الله، لأن من آثار الاعتاق من آثاره أن يتملك المرء الولاء، فيكون الولاء لك، فكأنه قال واشترطي أن الولاء لك يا عائشة، وهذا بعيد، فإن دلالة اللام غير دلالة على في معاني الحروف. والصحيح أن هذا الحديث دليل على جواز الشروط في العقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واشترطي، فدل على أن الشرط في أصله جائز، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله المعنى أن الشرط الذي حرمه الشرع، أن الشرط الذي حرمه الشرع. شوف الجمهور أو غير الحنابلة يقولون ماذا؟ كل شرط لم يبحه الشرع فهو باطل. نقول لا، غير صحيح، ليس إنما نقول كل شرط حرمه الشرع فهو باطل، كل شرط حرمه الشرع فهو باطل، وإلا فالأصل أن الشرط جائز، وعرفنا هل يجوز شرط أو أكثر من شرط وتكلمنا عنه. المسألة الأخيرة معنا أننا قلنا إن فقهاءنا رحمة الله عليهم قالوا إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله أي أن كل شرط ماذا؟ كل شرط لم يحرمه الشرع، أن كل شرط لم يحرمه الشرع. انظر معي، الشروط التي حرمها الشرع في مشهور المذهب تنقسم إلى قسمين: شروط تفسد وحدها، وشروط تفسد وتفسد العقد. شروط تفسد وحدها ولا تفسد العقد، وشروط تفسد العقد. فأما الشروط التي تفسد وحدها ولا تفسد العقد فهو التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، مثل اشتراط أهل بريرة أن الولاء لهم، قالوا وضابطه كل شرط يخالف مقتضى العقد، فقالوا كل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه يبطل وحده ويكون الشرط ويكون العقد صحيحا. مثاله حديث الباب، فإن مقتضى الاعتاق أن يتملك أن يكون للشخص الولاء، فعندما تشترط شرطا ليس من مقتضى العقد بأن يكون الولاء لغيرك فنقول في هذه الحالة لا يصح، وسيأتي بعد قليل في قضية بيع الولاء وهبته. النوع الثاني من الشروط قالوا الشروط التي تبطل العقد، قالوا وهي ثلاثة شروط: جمع شرطين في عقد، في عقد واحد جمع شرطين، والأمر الثاني تعليق شرط على شرط، تعليق عقد على عقد بأن يشترط في العقد عقد آخر،
والأمر الثالث تعليق البيع على شرط. ثلاثة أمور أعيدها: شرطان يبطل العقد، أو تعليق العقد على شرط، أو اشتراط عقد في عقد، وهي عندهم هذه الأمور الثلاثة، وهذا ضابطه عندهم. الرواية الثانية في المذهب قالوا إن كل الشروط جائزة إلا الشرط الذي نص الشارع على بطلانه فقط. الشرط الذي ينص الشرع على بطلانه هو المحرم، فإن نقل حقيقة العقد لعقد محرم، نقل البيع إلى ربا، فهم باطل، وإلا فلا. وهذه الرواية الثانية، وهي الحقيقة الحديث في ضبط الشروط يأخذ وقت كثير، ولكن أظن الوقت قصير، فنكتفي بما أشرت له قبل قليل. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. نعم، هذا الحديث ذكر المصنف بعد الحديث السابق لتعلقه به في توجيه بعض أهل العلم لهذا الحديث لحديث عائشة. قال حديث ابن عمر: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، أي لا يباع أمهات الأولاد ولا توهب ولا تورث. قبل أن نعرف البيع لأمهات الأولاد، المراد بأمهات الأولاد الأمة إذا كان الشخص مالكا لها ثم تسرى بها فحملت ثم ولدت ولدا ذكرا كان أو أنثى، ولو سقطا إذا استبانت خلقته، كان عمره 80 يوم أو قبل 80 بقليل فاستبانت خلقته، فإنها إذا ولدت الأمة من سيدها لا من غيره بتسر، فإن ولدت الأمة من سيدها ولدا قد استبانت خلقته ولو مات ذكرا كان أو أنثى، فإنها تكون أم ولد، لا يجوز بيعها، تبقى في ملكه إلى أن يموت، ولا توهب لأحد ولا تورث، بمعنى أنه إذا مات فإنها تعتق من ماله ولا تورث الورثة. قال: يستمتع بها ما بدا له، بمعنى أنه تصبح أمة له، حكم السرية، ولا تعد من الزوجات، فإذا مات فهي حرة، بمعنى أنها تعتق. هذا الحديث ذكروا أنه مجمع عليه في الجملة إلا خلافا تقدم عند بعض الصحابة كعلي وغيره، ولكن هذا الحديث في قضية رفعه فقد ذكر هنا، قال: وقد رفعه بعض الرواة فوهم، أي فوهم في رفعه. وقصده ببعض الرواة عبد الله بن دينار، فإنه قد جاء في بعض الطرق أنه رفعه من حديث ابن عمر، وذلك يقول البيهقي: هكذا رواه الجماعة عن عبد الله بن دينار، وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا يحل ذكره، يعني ما يجوز أن يذكر أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عمر رضي الله عنه، وذلك صحح الأئمة كالدارقطني والبيهقي أنه موقوف. وأخطأ ابن قطان في بيان الوهم والإيهام عندما صحح المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو وهم والصواب أنه موقوف. نعم، انتهى الوقت. طيب، إن شاء الله نكمل بعد الصلاة بإذن الله عز وجل.